راح السؤال الأول على بعثة النقد الدولي اللي هنا تياه جات. نختار نقول عن البعثة جات الحمد وعد تجرد تام الوضعية الاقتصادية للوطن، مرقت بخلاصة على الاقتصاد الموريتاني أنه في وضعية لله الحمد جيدة رغم الظروف الدولية اللي تعرفوا كاملين، ورغم الظروف الجهوية على مستوى منطقتنا، وأكدت بعض من الأرقام اللي أساسي أنه يسمع اللي هو عن أكدت عن نسبة النمو إن شاء الله 2022 دور تعود 5.3% في الوقت اللي كانت فيه 2021 2.4، وفي الوقت اللي سنة 2020 اللي كانت فيها جائحة كورونا كان فيه تراجع ب 0.9%، وهذه مؤشرات مهمة. نقد نقول عن قالت عن نسبة التضخم أن معدلها السنوي 8.3%، ورصيد الميزانية الخارجي أنه 17.3% من الناتج الداخلي الخام. وتعرفوا مكتوب بيانهم أن الاحتياطات من العملة اللي عندنا صعبة 1.6 مليار دولار، أي ما يناهز زايد على 5 أشهر من الصادرات.